مساء الخير للجميع. يسعدني أن أكون آخر المتحدثين، وهذا إن دل على شيء فهو يدل وهو فعل خير بأننا سنكون الأحدث، فالأخير دائما هو الأحدث. كما يسعدني أن أكون أول المتحدثين باللغة العربية التي بها أفتخر. أريد أن أتحدث اليوم، قبل أن أبدأ أريد أن أشكر زملائي في الخلف، هم يقومون باللايف بلوجينج بالتدوين المباشر حاليا، يقومون بنشر أو نشر قطاع الجلسة عبر الإنترنت. كما أريد أن أشكر زميلنا من ناو بابليك، حيث أنه وفر علي الكثير من الوقت وذكر العديد من الأشياء التي كنت أريد أن أذكرها. أتكلم هنا باسم الجزيرة توك. ما هي جزيرة توك؟ باختصار، نحن مجموعة من الشباب العربي الذي يريد أن يصنع إعلامه بنفسه، لا يريد أن يستورد هذا الإعلام. بدأت الفكرة كانت عبارة عن حلم، ووصفنا بالجنون وقتها. من يريد أن يدخل داخل الجزيرة ويصنع إعلاما داخل الجزيرة من الناس يعني يستخدمون اسمها، وبالتالي ينشرون أخبارا، ما هي مدى مصداقيتها؟ العديد من الأسئلة، آلاف الأسئلة كانت تطرح علينا. ولكن كنا نريد أن نتحدى هذا الواقع، نريد أن نصنع شيئا، لأننا مؤمنون بأن الشباب العربي قادر على الفعل، قادر أن ينشئ شيئا، وهذا ما نحاول أن نزرعه في الشباب. نؤكد على معنى واحد هو إمكانية الفعل، نريد أن نؤكد على هذا المعنى، أنكم قادرون أن تفعلوا. والفرق بيننا وبين نو بابليك أو غيرها من المواقع الاجتماعية أننا نعيش في عالم نوعا ما، في أتكلم عن مجمل الشرق الأوسط، فيه نسبة أقل من الحريات، وبالتالي كان لابد من وجود جهود أكبر، بوجود تقنيات أحدث وهدف أكبر وانتماء أكبر للفكرة. أتذكر الآن قصة حدثت معي في الجامعة، أتذكرها عندما كان أحد زملائي يدون أو يكتب، ودخل عليه الأمن وهو في مقهى الإنترنت، وأخذوا شاشة الكمبيوتر وخرجوا وتركوا جهازه. فهذا يدل على كم هو إعلام، كم هي حكوماتنا يعني مستوعبة الموضوع أو متفرغة الموضوع. وآخر في مصر كان يصور مظاهرة، فأخذوا منه الكاميرا وتركوا له الميموري كارد أو الوسائط التخزين. نريد أن نتعامل مع هذا الواقع، نريد أن نغير، نريد أن يكون لنا صوت. وبالتالي كلما بحثت عن كلمة تدوين أو مدونة أو شيء لا أجدها إلا بالإنجليزية، كان لابد من وصولها بالعربية. لا أدري إن كان الموضوع جاهز. جاهز. نريد أن نتكلم عن إعلام المواطن. كيف يمارس غير المتخصص الإعلام؟ اعتدنا عبر المؤسسات العالمية وكالات الأنباء دائما تبحث عن المتخصصين والمتميزين. نحن بالعكس، نحن نبحث عن ناس ليس لها علاقة بالإعلام، ولكنها عندها بدايات المسألة، عندها موهبة، عندها رغبة، عندها الحب للتعلم، وبالتالي بإمكانه أن يصبح إعلاميا، وبإمكانه أن ينقل الحدث ويكون جزء من صناعة الخبر. الجزيرة توك، ما هو دورها؟ ما الذي تقوم به؟ هذه هي شكل صفحتنا الأولى، وضعنا الفيديو في البداية. الفيديو نقوم بصناعة بعض أفلام الفيديو عبر الموبايل أو عبر الوسائل البسيطة، لا تهمنا الكواليتي أو لا تهمنا تقنية البث أنها تكون عالية، على قدر ما تهمنا سرعة ووضوح الفكرة. وبعدها نضع مجموعة من المدونات، هذه المدونات يوميا نضع 5 تدوينات فقط، الصورة فيها تشكل الجزء الأكبر، هي من تصويرنا غالبا. الصورة هي نصف المقال، الصورة هي أهم من الكتابة حتى عنا في بعض الأحيان. أيضا نقوم بموضوع التدريب. النقطة الأولى التي نقوم بها هي التدريب المباشر. أنت كمراسل لموقع جزيرة توك، عندما تقوم بكتابة التقرير هو يعني يؤخذ كما هو، طبعا بعدما يعني يتعدى مرحلة معينة، وينشر عبر الموقع ونترك للجمهور التقييم، وبالتالي هو يتدرب أونلاين، يعني يتدرب على الإنترنت، فالناس تقيمه ويتطور، لأنه سيظهر أمام الجمهور. عندما نريد أن نظهر أمام الجمهور بعضهم يحسن ملبسه وشكله يظهر، وبالتالي يحسن مقاله وطريقة كتابته، لأنه يعرف أنه سيظهر أمام الجمهور، وبهذه الطريقة نصنع بعض الإعلامي. أيضا نقوم بدورات تدريبية أونلاين، نقوم
استعانة ببعض الخبرات من الجزيرة أو من غيرها من الإعلاميين العرب، وندرب هؤلاء الناس المراسلين الموجودون حول العالم في كل مكان في العالم. نحن حالياً نكون تقريباً 120 مراسل ومراسلة حول العالم يكتبون بشكل يومي، نجمعهم في دورات تدريبية أونلاين أسبوعياً، هناك لقاء أسبوعي أونلاين، هناك دورات شهرية أيضاً، نقوم بتدريبهم على ما على أسس الإعلام الموضوعية الانصلاطية، وهي بعض المقاييس التي أخذناها من الجزيرة وبعض الآخر نحن يعني ابتدعناه. نحاول أن نجمع ما بين التدوين وما بين الصحافة، كيف تستخدم، كيف تعلم المدون أن يصبح صحفي، وبالتالي يصبح عندك قوة مضاعفة، هو مدون وفي نفس الوقت صحفي متمرس يعرف أسس الصحافة. أيضا عندنا الدورات الميدانية، قمنا ببعض الرحلات في المغرب، في تركيا، في لندن، حاولنا أن نحيي قصة التدوين الرحالة كابن بطوطة وغيرهم، ولكن بأسلوب جديد. يعني عندما أذهب إلى بلد ما لا أذكر الأخبار التي تذكرها الجزيرة والجزيرة، هي ذكرت خلاص يعني انتهت. أنا أذكر ماذا أكلت، كيف شكل الشارع، ما هو رأي المواطن العادي، إذا وجدت شارع ألتف خلف الشارع وأصور خلف الشارع ولا أصور الشارع مباشرة، أحاول أن أضيء النقاط المظلمة التي لا يضيئها الإعلام، وهذا هو دورنا. فنحن نكون بين الناس في الشارع ونضيء الأشياء التي لا تلتفت لها وسائل الإعلام أو ليس لها وقت أو مكان عبر وسائل الإعلام. أيضاً نحن نقوم بقصة العمق، إعلام العمق. كما نعلم، وهنا فرصة لكي أهاجم الجزيرة وغيرها من القنوات التي أعتبرها يعني تعزز مفهوم الفلاشات أو الألعاب النارية، وهي خبر عاجل يأتي ويذهب. نحن نريد الإعلامي أو الصحفي الذي يتخرج أو يكون موجود معنا لا يهتم بالأخبار العاجلة والسريعة فقط، بل يكون لديه مخزون جيد من المعلومات، مخزون جيد من العمق الذي نسميه العمق الإعلامي الذي يعزز مفهوم الصحافة. وهنا تميز الإنترنت عن أو صحافة الإنترنت عن التلفزيون. وبالتالي نحن أصلاً كجزيرة لسنا مع التلفزيون ولسنا مع الإنترنت، نحن نستخدمها كلها كوسائل. في النهاية نريد أن نؤكد على موضوع إمكانية الفعل، أن الشباب العربي قادر على صنع الإعلام وقادر أن يصنع إعلامه بنفسه. أيضاً أنتقل إلى نقطة أخرى، هذه صور من بعض الرحلات في المغرب وفي تركيا وفي في لندن. أيضاً أنشأنا كجزء من التدريب الميداني، نحن سريعين التحرك، بإمكاننا إنشاء مواقع وإخفائها أو بحسب الحدث السياسي، بحسب ما يهتم به الشباب أو الشارع العربي. إذا كان الشباب اليوم يهتم بموضوع غزة وكل الدنيا الآن تقوم بمظاهرات في موضوع غزة، أنشأنا شيء اسميناه المقاومة الإلكترونية أينما وجد الظلم. قامت هذه الحملة بتعليم الشباب أن يكون إيجابي، لا نريد هاكرز، لا نريد ناس تدمر المواقع، نريد ناس تناقش، تصنع مقالات، تصنع فيديو يجابه ويوازي الرأي الآخر أو يواجه الإعلام المقابل. وبالتالي عندما تعمل بحث في جوجل أو في غيره على كلمة غزة مثلا، ستظهر لك آراء قد تكون مخالفة لرأيك. نحن نريد أن نوازن، أن تظهر أيضا آراءنا، أن تكون أيضا صور كلمتنا مسموعة. أنشأنا غزة توك، وحاليا نحن موجودون في سوق واقف، نحاول أن نعلم الناس كيف يقاومون إلكترونيا. أيضا الجزيرة توك أتاحت للإعلاميين الناشئين فرص للتواصل مع إعلاميين متمرسين، وبالتالي عندما تدخل موقع جزيرة توك ستجد مقال شخص من السودان مثلا غير معروف أبدا فوق مقال فيصل قاسم مثلا، وهو بالتالي يعطيه ويعزز ثقته بنفسه، وهو جنبا إلى جنب مع كبار الكتاب، وهذا يعطيه إضافة إلى خبرة الثقة بالنفس وتأكيد أنه بإمكانها أن يصبح إعلامياً ناجحاً، وقد حصل، حيث أن الجزيرة استعانت بنا، دي دبليو الألمانية، بي بي سي أيضاً استعانت ببعض مراسلينا، فنحن أصبحنا نخرج مراسلين. وعلى فكرة هي كلمة مراسل هي كلمة فضفاضة نوعاً ما، وهي أخذناها تيمناً من الجزيرة فقط، هو مدون وليس مراسل، هو أكثر من مراسل. أيضاً قمنا بتغطيات التي نقوم بها الآن في العديد من المهرجانات والعديد من المهرجانات التي قامت في الدوحة أو في غيرها، حاولنا أن نعزز أو نؤكد مفهوم اللايف دومين، أننا أحيانا ننشر
أشياء قد تكون أسرع من أي صحيفة أو أسرع من أي وسيلة إعلام أخرى، بينما نأخذ الصورة فوراً ونرفعها عبر الموقع ونضعها في المدونة، فأنت ترى الخبر أولاً بأول كأنك تتابع التلفزيون ولكنك تتابعه موثقاً ومكتوباً. هذه مثال عن تغطيتنا للأفلام التسجيلية في مهرجان الجزيرة الرابع للأفلام. كنا ننشئ مدونات سريعة. قمنا بمجموعة حملات أو تثقيف، وهي تأكيد لما ذكرته بإعلام العمق. في إضراب مصر الماضي، الجزيرة استعانت ببعض الصور التي صورها أحد مراسلينا في المحلة، في منطقة المحلة في مصر. وبالتالي كان ممنوع أي وسيلة إعلام تصل إلى هذه المنطقة، واستطاع مراسلنا أن يصل لأنه مواطن عادي ولأنه يحمل جهاز الموبايل وأخذ الصور ونقلها إلى الجزيرة. أيضا قمنا بحملة اسمها للثورة فنون، وهي كانت تتكلم عن مبدأ الثورة وعلم الثورة. لماذا نخرج في مظاهرة؟ ما هي أهمية المظاهرة؟ هل هو مهم فعلا أن أثور؟ وكيف أثور؟ وعلى من أثور؟ فأحببنا أن نوضحها ونوثقها كأول يعني إعلام عربي يوثق هذا الموضوع ويوضحه من ناحية أكاديمية، من ناحية تثقيفية. هذه النتائج الحالية التي وصلنا إليها، 120 مراسل ومراسلة حول العالم. عندنا تقريبا يقترب من المليون مشاركة حاليا. أيضا كمية هائلة من تقارير الفيديو. أيضا قمنا بحملة ماذا تقول لعمرو بوصل أو ماذا تقول للجامعة العربية. دائما نحاول أن نظهر أو نخرج نشاطات فوق مستوى الإعلام الموجود، فوق مستوى الإعلام المحلي. أنشأنا مدونة جمعنا فيها رسائل جادة من الشباب العربي إلى عمرو بوصل، بعضها يترحم على الجامعة العربية، بعضها طلب بإقالتها، كلها جمعناها وأوصلناها إلى السيد عمرو بوصل بيده وتسلمها ووعدنا بالرد علينا قبل سنة ونطلب. هذه مجموعة من النشاطات التي قمنا بها، هذه الثورة فنون، قمنا بتغطية لدستور مصر، أيضاً قمنا برحلة في أدغال أفريقيا ونشرنا بعض الأشياء التي كان من الصعب الوصول إليها، غطينا معرض إسلام إكسبو، زرنا إسبانيا وقمنا بمجموعة تقارير اسمها نعود إلى الأندلس، زرنا تيسير علونا أيضاً في منفاه وكسرنا عليه الحظر، حاولنا أن نقوم بنشاطات شبابية تحاول أن ترضي طموح الشباب العربي، تحاول أن تؤكد مفهوم أنني أريد أن أغير الإعلام، أنني دائماً أريد أن أرفع السقف، ولكن في نفس الوقت نريد أن ننفي كلمة أو طابع التهور أو عدم المسؤولية أو عدم الوصول إلى مستوى الشباب العربي. دائماً يوصف الشباب العربي بأنه لا يستطيع أن يدير نفسه. عندما تذكر كلمة موضوع شبابي دائماً يذكر الإيقاع السريع، ونريد أن ننفي هذه المعنى. نريد أن نؤكد أن الشباب العربي قادر أن يصنع إعلام متوازن قد ينافس حتى الإعلام العالمي. نحن نتعامل مع مراسلين كمشاريع إعلامية حقيقية، نهتم بهم، نعاملهم، نتعامل معهم كفريق. الموضوع كله، كل الجزيرة من الألف إلى الياء هو موضوع تطوعي بالكامل، وكلمة تطوع يجب أن تغير حتى في مفهوم الشباب العربي. قد يتطوع ويأخذ مبلغ ومال، ولكن التطوع مفهوم أنني أؤمن بالفكرة وأقدم لها. فبالتالي نحن ضد مفهوم أنني أشتغل بالقطعة أو أقدم مقال فأقدم لك مبلغ من المال. قد يكون بإمكاننا أن نفعل ذلك وهذا سهل، ولكن هذا ينافي مبدأنا. نحن نتكلم عن مشروع يتفق عليه 6 من مؤسسين هذا الفريق، يريدون أن يصنعوا فعلا إعلام، يريدون لهذا الإعلام أن يكبر وأن يصبح شيئا في المستقبل. وما أخذنا اسم الجزيرة إلا تيمنا بكسرها للواقع الفضائي العربي في السابق، وكانت فعلا يعني تميزت عن كل القنوات وكانت شكلت فارقا في الإعلام، وبالتالي نحن نريد أيضا أن نشكل فارقا في إعلام الإنترنت العربي. إذا المواطن العادي أو إعلام المواطن قادر على التأثير، وهذا ما اقتنع به العديد من الشباب العربي وأصبحوا قادرون على الفعل. أتذكر أيضاً عندما ذهب مراسلنا في مصر إلى غزة وصور عند فتح المعبر أو عند انهيار المعبر عندما حدثت أحداث، نقل مجموعة من الصور والفيديو التي كان من الصعب على أي مؤسسة أن تنقلها،
كانت مواجهات بين الشعب بين المصريين ايضا والامن المصري وبين الفلسطينيين. نقلت هذه الصوره ايضا الجزيره واستفادت منها، وكان يعني من الجيد جدا اننا نحصل على بعض الاشياء التي كان من الصعب على اي وسيله اعلاميه ان تصل اليها، كما انها شكلت فرقا بان هذا الشخص لا يتقاضى اجرا على هذا الفيديو، هو فقط يعمل من اجل رساله، وبالتالي تاكد مفهوم ان الشباب العربي فعلا يريد ان يقدم شيء اذا فتح له مجال واذا وجد فرصه مناسبه او منبر مناسب. ايضا اريد ان اتذكر صور حصريه ايضا حصلنا عليها، كانت مراسلتنا تتمشى في غزه في يوم من الايام، فدخلت الى منزل الرئيس محمود عباس واخذت صور لمنزله ونشرتها، وبالتالي كانت هذه الصور شكلت يعني تغيير في الخبر عندما ذكرت كل وسائل الاعلام كانت تذكر ان منزل محمود عباس قد حرق، وكنا المؤسسه الوحيده التي نشرت هذه الصور في لحظتها التي تبين هي لم تكن تقصد ان تنشر الصور، ولكن حدث ذلك. ايضا نحن نهتم بجانب المنتديات، الشباب العربي يهتم بالمنتديات، ولكن نريد ان نغير مفهوم المنتديات بان تكون اما متخصصه بعائله معينه او حزب معين او ناس معينين، او تكون منتديات دون المستوى العربي التي تتكلم عن البلوتوث والموبايل والفضائح. نريد ان نظهر باعلام او منتديات فعلا راقيه، منتديات يتم فيها نقاش سياسي، نقاش اعلامي، نقاش حتى يعني مشاكل الشباب العاديه التي يهتمون بها ومن وجهه نظرهم وبكل حريه. لم يبقى الا ان انهي واشكركم على حضوركم واستماعكم، كما اشكر بشكل خاص السيده هويده، اشكر ايضا مراسلين جزيره توك في غزه الذين بعضهم نعلم عنهم وبعضهم الاخر لا نعلم عنهم، هم ينقلون لنا الصوره كل يوم عبر الانترنت، ينقلون لنا صور الدمار، صور الحرب، ينقلون لنا ايضا بعض الفيديوز. بامكانكم رؤيه ما يحدث في غزه غير ما ترونه في الاعلام وفي الجزيره. شكرا لكم جميعا والى اللقاء.